بكم في قناتي وصفة اليوم بانكيك بالدقيق الكامل، وصفة صحية. المقادير: بيضة، ملعقتين سكر بني، دقيق الكامل كس ونصف، وبنانة، بنانة مهروسة. بنانة، ما تشوفون هيدا البنانة هيك، ما ترموه، من الأحسن تستعملوه للأطفال ما كياكلوش البنانة مهروسة. بنانة بنانتين صغيرتين، باكنج باودر ملعقة، نصف لتر حليب، شوية ملح، وعنا 2 معالق زيت، زيت الطبخ، زيت المائدة أو زبدة نفس الشي. بسم الله نبتدئ. بيضة، سكر، قليل من الملح، زيت، بنان. هاي وصفة صحية للأطفال ما كياكلوش البنان. الحليب طبعا على حسب الدقيق. سخنوا المقلاة على نار هادئة، دهنوها شوي بالزبدة، حط الخليط، قربت تستوي البانكيك. نجربه. هيلثي بانكيك، بانكيك صحي للأولاد. هاي البانكيك جاهز، بانكيك صحي مع قليل من العسل أو شوكولا. بانكيك صحي للأطفال. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، ومرحبا بكم في قناتي الجديدة كوكين ويد أسماء، كوزين أسماء. إن شاء الله اليوم تكون الوصفة عجبتكم، لايك أند شير. إن شاء الله إن شاء الله بكتب المقادير في صندوق الوصف. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم.